حضرتك دايما بتدعم الشباب وبتقف دايما معاهم، حتى النهارده شفنا حضرتك بتطالب ان يبقى في مسرح خاص علشان الشباب، وبرضه بتقول ان انت بتتبرع باجرك، فمين بقى في البدايه اللي واقف معاك اصلا علشان كده بقى حاليا حضرتك حابب ان انت تدعم الشباب؟ حتى هذه اللحظه مفيش. انا بوجه الدعوه لكل من يريد ان يشارك من الاساتذه في كل التخصصات، وان الحكايه ما يبقاش هدفها الربح بقدر ما هدفها انك انت بتدي خبرتك، بتدي تجربتك، بتدي علمك لشباب جديد هيطلع هو اللي هيشيل المسؤوليه والرايه بعدنا، ودول ولادنا يعني المفروض نعمل كده يعني. استاذ توفيق، الناس في كفر عسكر، حضره المتهم ابي، اعمال كتير لحد النهارده الجمهور بيتفرج عليها، في حين ان الاعمال لسه معروضه من سنه واتنين تحس ان هي ماتت، ما لسه ما بتتفرجش عليها تاني. ايه السر في الناس بترجع لاعمال دراميه قديمه؟ لا، هي مش مساله قديمه او جديده، هي المساله ان انت قدمت عمل، العمل ده الناس لقت نفسها فيه او حبته او ارتبطت بيه او حست ان العمل دوت قريب لقلوبها، قريب لعقولها، بيحترمها، فبيعيش زي اي حاجة كده، زي ما اغاني ام كلثوم لسه عايشة لحد دلوقتي، وفي اغاني عبد الوهاب واكم يعني، وفريد وحليم وشادية ونجاة وفايزة، كل دول ما هو مع رغم ان في موجود مطربين ومطربات، فانت الجودة. اعتقد الاعمال قبل كده كانت بتتم بجودة اكتر، وبالتالي عمرها بيبقى اطول. طيب حضرتك شفناك في الفترة الاخيرة اكتف شوية على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل، شفناك برضو بتوجه رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب، بتقول ان هي وقفت معاك وكده، فكلمنا عن شيرين عبد الوهاب. لا، شيرين عبد الوهاب موهبة كبيرة يعني، ما لا جدال فيها، وعلى المستوى الإنساني حد جميل جدا ورقيق، والموقف اللي كان معايا يعني بيبين قد إيه هي جدعة وبنت بلد وإنسانة يعني، ممكن تكون اللي في قلبها على لسانها فمحتاجة تعمل فلترة أو تعمل فرامل عشان ده بيدخلها في مشاكل أو صدمات، وهي في غنى عن ده لأن موهوبتها هي الأبقى وهي الأهم. شايف حاجة السوشيال ميديا بتاخد من أغنية الفنان ولا بتضيفها؟ إن هو يعرض كل أخباره على السوشيال ميديا مثلا؟ حسب ما يعني ممكن يعني، ممكن تاخد من نجوميته وممكن تزودها، وارد الاثنين يعني.